متوفر كل شيء لك كان صراحه؟ لا لا طبعا لا طبعا لا، يعني اعتبر استاذ عمار مو يمنا. لا لا ما متوفر لك كل شيء، كل شيء ما متوفر له. انا اقول لك كل شيء ما متوفر. لا شلون حققت حتى قاعه نظاميه ما موجود عندهم اصلا. مو انا اقول لك احنا العراقيين غيره ترى، يعني احنا وصلنا مرحله قلت لك الغيره اللي هي صعدنا. انا قلت لك وصلت مرحله اني بالبطوله طبيت اجواء مخيفه، يعني تعرف تنظيم بطوله عالم باوروبا يعني تنظيم كلش قوي، من طبيت باوعت يعني قلت بلك يا الله انا اوصل مرحله. فزت اول جوله بالبولندي، طبعا احنا مخلينا شيء يعني بولنديين حتى استفادوا معي عندنا، يعني فوزوا علينا على اساس يصعدون علينا باي. اي بولندي الاول كلش قوي، لكن الحمد لله غلبت. الثاني الثالث صار لي حافز يعني طب بعد يعني خلاص نسيت ارتاحت انتهت بعد فكرت بشيء اسمه الاول رغم اصابات. يعني هذا عنده صبعي هذا اول لسه عنده باي بالجوله الاولى هاي بخدمته. عندي يعني باي بالجوله الاولى هم صعدتني يعني البعض ما يعرف شنو معنى الباي، يعني صعد محطة صعد ليش؟ وهي حسب القرعة مالته، القرعة مثلا 16 أو القرعة 32 مثلا مشاركين مثلا مشاركين 30 اثنين يكونون باي، قرعة 64 إذا المشاركين مثلا 50 14 يطلعون باي. أه. هاي في النظام خاص معروف. تمام. إي قلت لا انتهت بعد الأول، يعني تعرف اليوم أخذت بطولة عالم باكر ما أخذ، تعرف الظروف تصير أسوأ. الحمد لله والشكر حققت انجاز. رسالته كلمة جاءت المعنية الكل. شو تقول لهم؟ والله اليوم جاءت المعنية الكل تنتبه، مو بس هلال اليوم، بس مو بس ابراهيم فاز، العراق كله فاز بهذا الانجاز. فريد من عندكم دعم معنوي وتابع للاتحاد العراقي، قاعات تجهيز يعني كافي. الى متى احنا بقيت؟ الى متى؟ عندنا لاعبين هسه، عندنا لاعبين اجيال، عندنا شباب ناشئين. احكي بالقلم العريض، احكي انه انت حتى مكملات غاضيه يعني ما عندك انت استاذ عمار. لا بالعكس انا استاذ عمار يعني رجال. انت قلت كلام محترم جدا، قلت اني اذا ما يتوفر لي اني ما شارك، على لقبي واقعد. انا ماشي يعني ما قلت لك ابسط شيء مكملات غذاء، تجهيز كامل ما عندنا. تجهيز ليش احنا نطلع هنا منتخب بطل تجهيزنا يعني رواتبكم رواتب بغض النظر عن الاتحاد. راتب انا صار لي سنتين ما مستلم راتب، سنتين ما مستلم راتب. هاي لو موظف بالوزاره او بالاولمبيه يقبل سنتين يشتغل بدون راتب؟ وجيت يعني حققت انجاز الحمد لله، يعني انا صار بطل عالم يعني مو استحقاق يعني اللي يسلي جواي، يعني تعرف بطل عالم يعني امورها تختلف، يعني مجرد اعلام ما سلط علينا اضواء. زين هسه بالاخير ايش كرموك شنطوك؟ ننتظر لي نتأمل خير بلكي الله. وأنا يعني ما أعرف بعد هي البطولة عالم يعني شرد أجيب بعد، يعني ما أخذ ذهبية تقول لي أنتظر شو سوي بعد؟ لا مو أنا يعني هذا الموضوع بصراحة هي هاي هذا الواقع حد أحكي لك. أنا لحد الآن ماكو أي مسؤول خابر، ماكو أي شخص جهة معنية خابرتني بركتني، شخصية أقاربي احتفالية واللاعبين الرياضيين. حبيبي أقاربك على راسي، المسؤولين وين؟ مسؤولين وزير الشباب والرياضة استاذ مصطفى الكاظمي يقول لك هاجو بايدن تكرمه، وانا قايلها بالسابق بمال جراحة والساعيدة يقول لك هلا وجو بايدن يحكي بالانجليزي كلمتين هاي المشكلة وتقعده يطلع مشهور بتوك توك ببرنامج، ومع احترامي الاغلب المحتوى تافه، يجيب انجاز للبلد ما تخابرون ما تتصلون ما توصلون رسالة انه انتم مهتمين بالعراق الحقيقي، هاي ما توصلوها. شلون ابراهيم؟ اقول لك حتى راس زان تحت الحكاية من فوق السطح اشر بديه واستقبله، انت اليوم تعال استقبل رياضي والرجال. انا يعني مو انت تدري شنو؟ متابعاته قليلة بالتيك توك ابراهيم. هي هاي حول على متابعاتك مش تيك توك، لو ما عندك تيك توك لا عندي 50 والله 50 متابع؟ المشكلة مو هاي ما يستقبلك، شلون يستقبلك 50 متابع بالتيك توك وتريد رئيس الوزراء؟ يطش بعد شوي يطش هاي طيب تمام احنا وصلنا بطولة عالم والحمد لله.